أنا أحسن حاجة أحكي عما دار بيني وبينه. أول لقاء لي معاه كان يوم 18/5/91، كان يوم جمعة. كان أول مرة ألتقي مع أبي قداسة البابا مواجهة. نفت الأنبا ساويرس بعت لي تعالى عشان في دكتور متخصص، لأن كان صوتي ضاع. أتاري الدكتور ده طلع قداسة البابا شنودة. هو بعت لي رسالة كده في الدير، فأنا حتى جيت في المواصلات العامة وتعبت خالص، وطبعا مش ممكن هيكون بعت لي عشان اترسم أسقف وما يجومش عربية مخصوص بيا وأنا تعبان وأنا عيان، لكن علشان أسلوب كان أول أسقف يترسم في بعد الأنبا ساويرس للدير المحلل كنت أنا، فأي يعني محبش يجيب سيرة خالص للرهبان. فحاولت أركب من الساعة 3 بالليل، وقفت على الطريق العام إن عربية تاخدني. عربية الساعة 7 الصبح كان محملة وناقصة 2، فأنا ركبت فيها وقلت له اطلع حدي لك أجرة الاثنين. وصلت الساعة 3 الظهر بعد ما استويت تمام، والساعة 5 كان معادي مع الدكتور اللي هو قداسة البابا شنودة، ربنا ينيح نفسه. أنا دخلت وكان واضح تأثير كلام نيافة الأنبا ساويرس عليا، وواضح إن عيني مش مرتاحة ووشي متجهم، وقلت يا رب إيه يقول لي روح روح. لكن اللي حصل حقيقة، اتفضلوا، وقعد يحكي مع نيافة الأنبا ساويرس الزمن، وعينه تغيب وتبص علي يعني لمح، وطلب لنا ليمون واداني كوباية الليمون بإيده، فأنا رحت جايم وبست إيده وقلت إيه يا رب ما عجبش، بس أنا أرجع للأبهات الرهبان وأقول لهم أنا كفاية أن قداسة البابا اداني كوباية ليمون بإيده، يعني إيه ده يا أرض تهدم عليك جدي. وإحنا جايمين راح قال لقداسة نيافة الأنبا ساويرس خليه يقيس العمة ورسمه كاهن. أنبا ساويرس سمعت الجزء الثاني ما سمعش الأولاني. قيس العمة يعني خلاص هترسم أسقف، ولأن أكتر حاجة تاخد وقت. المهم انه تاني يوم الصبح اترسمت كاهن، ويعني يوم 19، وجينا في اللقاء على طول بعديها باسبوع اترسمت اسقف، وكان يوم ما يتمحيش وما يتنسيش من الذاكره. قداسة البابا ظهره وجعه الم شديد، فما كانش بيصلي القداس، والالم كان واضح شديد جدا عليه، وهو قريب مننا وهو بيجرى الصلوات على راس الاباء الاسقفه وهو بيلبسنا. وكنت ابص الاقي سيدنا البابا شنوده وهو بينجر رجله الالم يشعر بيه، وانا عارف الم الظهر بيجيني، يعني ايه الم الظهر زي صواريخ نار، فكنت اشوف وشه وعيني يتجهم بسرعه من الألم، وفجأة وحلا يتمالك ويبتدي يبتسم في وشنا. وعرفت يعني ايه راعي، عرفت يعني ايه راعي في وسط ألمه لازم يضحك الشعب، عرفت يعني ايه رعاية، يعني أنا في الآخر خالص. وعرفت يعني ايه رعاية، كلمة الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف.